في معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي. يا كابتن جهاد مشرف ومنور كالعادة. كريم مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينا. مساء الفل يا كابتن جهاد، رأيك إيه في طاقم تحكيم النهاردة؟ بص يا كريم، أنا هلخص المباراة في لقطتين اتنين. اتفضل. يعني لقطتين اتنين، لقطة في الشوط الأول في الدقيقة 7 ركلة الجزاء اللي تم احتسابها لنهضة بركان، الفار اتأخر كتير جدا، الناس لاحظت تأخر الفار عشان كان في مراجعة كبيرة للتسلل قبل ركلة الجزاء، وبعد كده المراجعه ركله جزاء وهي ركله جزاء صحيحه تم احتسابها عن طريق حكم الفي ار. تمام. طيب اللقطه الاهم بقى، انت حكم في ار واحتسبت ركله جزاء صحيحه لنهضه بركان، كان في عندك لقطه محمد شحاته ضرب واضح في وجه محمد شحاته لاعب الزمالك من لاعب نهضه بركان، واللعب متوقف، يعني ده اسمه سلوك. سلوك ده يعاقب بكارت احمر مباشر، وبالتالي ده من الحالات الاربعه اللي انت لابد كحكم في ار تتدخل فيهم. كان لازم تستدعي الحكم زي ما استدعيته في ركله جزاء نهضه بركان وتجيب يشوف اللقطه، وكان يرجع. طبعا اللعب متوقف، ما فيش قرار فني، هيبقى بس فقط قرار اداري بطرد لاعب نهضه بركان، واستئناف اللعبه كانت ساعتها ركله ركنيه نهضه بركان على نادي الزمالك. يعني دي كانت تستحق الطرد يا كابتن جاد؟ كارت احمر مباشر، ما فيش فيه يعني اي استثناء. القصه بتتكلم على لقطه واضحه وصريحه، وكان لازم حكم الفار يتدخل ويجيبه ويشوفها ويبقى مميز بقى بالمباراه كلها، مش مجرد لقطة واحدة كانت متميز فيها، كان ممكن يبقى مميز كمان في اللقطة دي. هيثم كرات حكم الفار النهارده، كان نادي الزمالك انتقد تعيينه لهذه المواجهة. ده يعني شيء كان يعني الزمالك بيطالب بحقه، وكان واضح وصريح وقال عشان ان هو راجل تونسي، ده موجود واتحاد افريقيا ما بيغيرش، بس في الاخر بتكلم على خطأ، وخطأ واضح، وكان لازم هيثم يتدخل فيها ويستدعي الحكم ويطرد، لان بتكلم على قرار مؤثر في المباراه نفسها. كوقت كبير كان الزمالك هيلعب، الفريق اللي بنهضه بركان هيلعب ناقص واحد اكتر من نص ومؤثر ساعة. في المباراه النهائيه، المباراه العوده، لان اللاعب ده اساسي مش هيبقى موجود. بتكلم على قرار تحكيمي مؤثر في المباراه، ده مجمل المباراه. لكن هو كبيتر كاماكو النهارده مش البيتر كاماكو اللي انا شفناه في الماتشات اللي قبل كده، اهلي مازيمبي وقبلهم مباريات كان اعلى من كده كمستوى، كان مسيطر اكتر من كده. يمكن هو عشان واخد المباراه باهتمام زياده عن اللزوم، فممكن يكون متوتر شويه، ممكن يكون مش راكب الماتش بلغه الكره والتحكيم زي الماتشات اللي قبل كده. لكن في الاخر هم القرارين الكبار في المباراه كريم، هم دولت، الواحد تم احتسابه بصوره صحيحه، وواحد تم اغفاله بصوره طبعا مؤثره في المباراه دي، ومؤثره في مباراه العوده ان شاء الله. طيب كابتن جهاد، عايز اخدك في نقطه ثانيه مهمه جدا واستغل وجودك معايا. النادي الاهلي في طلباته اليوم لاتحاد الكره المصري طالب بحكام اجانب لبعض مبارياته القادمه، رايك ايه في هذا الامر؟ والله يا كريم، انا من الوتيره اللي احنا ماشيين بيها في التحكيم المصري الفتره اللي فاتت، انا قلت معاك كم مره وبنحذر وبننوه ودايما ننصح زمايلنا اللي موجودين في لجنه الحكام، في حاجه مش مظبوطه، في حاجه. فده بيان من اول من البيانات اللي طلعت، وقلت لك ان بعد نهائي افريقيا سواء ماتشين دوري الابطال وماتشين الكونفدراليه هتلاقي الدنيا تعلى اكتر، وهتلاقي في بيانات اكتر بعد الاهلي، هتلاقي في بيانات برضه من انديه الزمالك. الزمالك كان قبل الاهلي كمان، الناس كلها بتطالب بحقها وبتطالب بالعداله. فوجود اخطاء واخطاء مستمره ما فيش تصحيح، هتلاقي طول الوقت البنات بتظهر، وكل نادي حقه يدافع عن حقه. ايوه اتفق معاك، ده طبيعي جدا. لكن لو التحكيم ماشي بصوره ايجابيه، صوره جيده، مش هتلاقي ده يحصل، وهتلاقي كل الناس سبورت التحكيم. الفرق، انا اعتقد الفرق بالذات الكبيره، الاهلي والزمالك، او الفرق بتنافس على البطوله، او الفرق الهبوط، الكلام كله بنتكلم على العداله التحكيميه. العداله التحكيميه هتبقى موجوده، حتى لو خسرت مش هتلاقي فيه اي شكوى. لكن الوضع اللي فات، او الوضع اللي بنتكلم فيه من شهور، ومفيش معالجه بتحصل على الارض الواقع، وبنتكلم ان الاخطاء بتتكرر، واخطاء مستمره واخطاء مؤثره. الاسبوع اللي فات عندنا ماتشين او ثلاث ماتشات اخطاء مؤثره على النتائج. فاكيد البيان الاهلي مش هو يعتبر البيان الاول في الفتره دي، لكن ما اعتقدش انه هيبقى البيان الاخير. مش هيبقى البيان الاخير، لا انا اكيد في انديه ثانيه برضو بعد الدوري ما يستمر بوتيره مستمره، بعد افريقيا ما تخلص هتلاقي في بيانات من انديه اخرى هتطالب بنفس اللي بيطالب بيه النادي الاهلي. تفتكر بريرا هيكمل معانا الموسم ولا مش هيكمله؟ ما اعتقدش ان حد هيقبل يكمل مكان بريرا الفتره اللي جايه. يعني هو في الاخر بدات الموسم بسلبيات كتيره وقلنا عليها، واصرت انت عليها تكمل بيها، السلبيات دي اثرها بتبان دلوقتي، ولسه هتبان في اخر شهرين في 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 الدوري وفي الصراع اللي جاي بقى، البطوله والهبوط. فبعتقد ان هو هيكمل باي شكل من الاشكال، في الاخر هيكمل الموسم باللي بدانا بيه واللي احنا ماشيين فيه، ما اعتقدش ان في تغييرات قريبه يعني.
كابتن الكبير كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.